ذبحه دم رعيله لهونه قابل دحله فايميت وتحاسبه هو قربانه وساب من ايده وتراعه
باك يا خيي بطرس. بونا الريس، النور، النور على وش بونا شارب بالكنيسة. روي. هيئتك نمت شوي بالكنيسة وحلمت. يلا، روح دق الجرس لقداس نصلي.
شوف اتفرج، هاي دي جي مش متبونة الياس. أولك هايك بدنا نصير أبو نفريم؟ ما في للسماء غير هالدرب. إيه نيال بونا شربل، هاد عرف كيف يعيش ويموت. صحيح يا بونا مخايل، موت هالحبيس مثل حياته، عرف الإنسان شو بياخد معه، بيعيش 70-80 سنة، بيسرح وبيمرح، الدنيا ما بتساعه. آخ وبينسى كيف راح يصير هيك، كمشة تراب ونتفة عظام. هلا ساعدني تنحط هالخشبتين فرش البونا شربل، احسن من نايمه على الوحل. يلا يا خيي يلا، فرشي خشبتين شو همه، كل عمره نايم على الارض مخدته شقفة حطب. هاللي كان يموت كل يوم مرة عن الدنيا راح يخاف من النوم على هالفراش. وهدل في النازل من السقف والمواي الجارية من الحيطان. طلبنا يحطوه بتابوت ويدفنوه مطرح نشف، قالوا القوانين ما بتسمع. مثله ومثل غيره. ايه مثله ومثل غيره. اهلا اهلا، اشبكن اشبك يا جريس؟ نعم ابونا الريس، هالليلة مثل كل الليالي شفنا الضو ساطع على قبر بونا شربل. وانا كمان شفت الضو، شفته بعيني عدة مرات، بيتنا قبيل الدار، مين ما كان بيقدر يشوف الضو. معقول كتير يكون اللي عم بتقولوه صحيح، بس انا بقولكن بصراحة ما رح صدق غير ما اشوف بعيني الضو، واجب اقشعه انا بذاتي. وقت اللي بتشوفوه الليلة ايه اعطوني علامة ضرب قواس تنقول، وبطلع بشوف معكم. اتفقنا. عليه بضرب قواس. نحن من رجال الامن وعم نطارد شقي، وتأكدنا انه موجود هون. احمد حمادي مدير المنطقة. تفضل. عم ندور عن مجرم، من بعيد شفنا ضوء حد الدير، جينا وبس وصلنا اختفى كل شيء. شو معناته؟ منريد نفهم. هالضو كل الناس عم بتشوفه، بالحقيقة شيء غريب. قانون دايرنا الساعة 9 بينطفي كل ضو، وهلأ الوقت نص ليل، مش عارف شيء بالمرة عن الضو اللي بتحكي عنه. الشاي لا. في شك شرب القديس يتمجد اسم ربنا. من هو هالولي المدفون هون؟ افتحوا القبر، ليش تركينه تحت التراب؟ نتأسف يا حضرة المدير، ما بنقدر نفتح القبر إلا بإذن من سيدنا البطرك. البطرك؟ عال البطرك صديقنا، وأنا رايح بكرة قبل الضوء عبكركي اشرح له شو شفت. من بعد امرك يا سيدنا، غبطك عارف الناس مهوسين ناويين يفتحوا القبر ويسرقوا بقايا الاب شربل، جايين نخضع لكم راينا من شان الاجراءات اللازمه. الاب العام عرض لنا المساله، ونحن اخدينا بعين الاعتبار النور على القبر حادث واجب يتوضح. يا سيدنا النور على القبر انا شفته بعيني،
أنا رجال مش عم بحكي من قبل الدعاية للرهبان. صار له 4 أشهر بالقبر واجب ينشال وينحط بالتابوت بمحل مخفي. منفوض حضرة الرئيس الأب بومطانيوس بفتح القبر. وفتح القبر ووجد جثمان شربل سليما يشح عرقا ودما، وبدأت مرحلة الجثمان العجيبة، إذ نقل أولا إلى تابوت خاص وأخرج منه 3 مرات، وفي كل مرة كان جثمان الحبيس يشح العرق والدم مبللا ثياب الكهنوت والوسادات. وعندما فتح القبر عام 1950، أي بعد نصف قرن من وفاة الحبيس شربل، تدفق ألوف من المؤمنين إلى دير عناية، وكلهم تقوى وورع وإيمان بقداسة الراهب المدفون هناك. وأمام لجنة خاصة من كهنة وأطباء أخرج جثمان من التابوت الحديدي الذي أكله الصدأ، وكان طريا سليما إلا من العرق والدم العجيبين. وجرى غسل الجثة وتلبيسها ثياب الكهنوت، وكأنها ما زالت في الأسبوع الأول من الوفاة. وعرض الجثمان على الجماهير فهبت للتبارك وتقبيل يد قديس عناية، وعلى رأسها عقيلة رئيس الجمهورية. ظهرت هذه القداسة في عجائب لا تحصى، أهمها شفاء الأخت ماري أبيل وعجيبة اسكندر عبيد اللتان حفظتا في روما في ملف التطويب. كما اهتمت الأوساط الحكومية فأرسلت مندوبيها لتحري الأمور، فشاهدوا بأم أعينهم العجائب وشهدوا على قداسة شربل. ممكن يا معالي الوزير تتفضل وتضيف على امضاك وزير المالية ونائب جبل لبنان؟ يا ابونا الريس، هون قدام عظمة شربل كل عظمة بتحني راسها، وهاللي كتبته كتبته بس. سنة 1828 سنة تأسيس هالدائر.
لا يا يوسف لا، افكش تطلع هلا بتوقع. لا يا امي لا يا امي، يا عذرة دخلك هالصبي. عجل يا انطون صار وقت العشاء، يلا يا ولاد. والابن والروح القدس الواحد امين. أنطون مخلوق، بأمر من الحاكم أنت مسخر مع أحمارك من بكرة وطالع لنقل المونة والذخيرة للجيش من مجدليا بيت الدين. بس يا حضرة الضابط، لمين بدي أترك عائلتي؟ نحن ناس فقرة وهالطفال المعترين ما لهم حل غير هالشي. ما بيهمناش، مهلني يوم أو يومين تدبر بيتي وأمن عيشة ولادي. هذا أمر بكرة قبل الضو. يما يا خيي دير بالك من الولاد، انت بغيابي مطرحي وانا رايح مرتاح البال حيثني متكل علي. غرفين غرفين، ميت بغرفين؟ وين بتجي غرفين؟ غرفين ضايع حتى عمشي، ميت مشانطل على الطريق حتى ما قدرنا بتعتيرنا نجيبه وندفنه بالضايع. دفنوها هوني، لا عرفنا لا كيف ولا وين. قام قبل ما يسافر وكلني بالبيت وبالولاد، قول وردي وحنا صاروا كبار بيدبروا حالهم، بس هالصغير يوسف موسيقى
زال على الكنيسه يا عم. عمك الخوري بيكون ناطرك. صار وقت الطلب. ولك كاتانيوس، ليش شغل فكرك هالقد؟ ما مرت خيك تجوزيت وجوزها عامل خوري بالضيعه. هلا صار هو بيهتم بالولاد وبيحمل عنك شقلي. صار وقت زيح الصورة، يلا ولف تنزيح. يا ولاد بلا دوشه. ايه وانتو كمان بلا حكي. يوسف قول. طوبى للرجل الذي يسعى في سبيل البر. منيح منيح عود. ما تنسوا يا ولاد بكره عيد الرب، بدي اشوفكم كلكم بالكنيسه، مفهوم؟ يلا ضبوا اغراضكم وروحوا العبوا. اعطينا شربة مايك ابو نكد.
خلص معنا الدخين، معك شي سيجارة تطن كابونا؟ تكرم، بدل السيجارة اثنين. داخلكم؟ منو اللي قاعد على الصخرة هونيك؟ مش ابنكم يوسف؟ مبلح يوسف من زغرته على الصخرة وبالمغارة. وإيش في يا بونا على الصخرة وبالمغارة؟ قصة صخرة والمغارة يا بونا كالطويل. كمل 13 من عيد السيدي، وبعده مشوار لعند خويل وعلى المحبسة، مشوار على الصخرة ومشوار على المغارة. هاي حياته، كيف رح ينتهي شكل هالصبي الله بيعرف. دخلك اش عدت سمعت يا ابونا عن هالعسكر الزنباطي؟ قال اجت فرقه عبشري اخدت 7-8 وهيك بهالضيع حوالينا. نحن هون خربونا ننطر الموسم الناطره، وبيجوا مثل الجراد بياكلوا الاخضر واليابس. شو بدك تعمل؟ حاكمك وربك، لكن لابد ما يوم يوعى فيها الجبل المقدس ووعيته تهز الدنيا. هلا يا غزالي بدك تقعدي عقلي وتقيلي وترتاحي، لا تروحي على الخربان. انا رايح صلي. عندي فكرة حلوة حلوة، بس مش رح اقول لك اياها. بالاول بدي شاور اخوالي ما حد يتسحيا. بتعرف يا خالي شو بيقولوا عنا نحن الحبسة؟ خوتان. بس كلمة ماربولوس قاطعة مثل السيف، إن الجنون حسب العالم هو حكمة عند الله. خلي العالم وحكمته، نحن نصيبنا الله وحده. كل شيء بالدنيا باطل، الحياة باطلة، الجمال باطل، الملذات باطلة، الله وحده سعادة الإنسان الدائمة. الإنسان العاقل هو اللي ما بيلاقي سراجه فاضي عند ساعة الموت. طلع التأمل عرفي وعيني، بس الله قال قوم تقوم معك. بدنا نكد تنقدر نعيش وندفع كل الضرائب. حاج رايح لي بالاوهام. فيك تقلي شو بيك هالمدة مغير؟ ليه بتلي وجهك بالقلب؟ جا
جايين من عند اخوالك عم بيوصلوا لك مع قليتك لتروح على الدايم. هيدي قضيه بقول لك من هلا شيلها من راسك ولا تحلم فيها. مريم بنت مني حكينا لك فيها. هلك بقى شو ناقص؟ شوف سمعان من جيلك ومن عمرك واليوم عمر. عفايقه بدنا نروح نهنين ليلي. امك وعمك ناطرينا بالبيت. كفت مرشوقة توتي والحقنا. رب حسن حياتي فمنك اجزاء. شو يا ريان؟ شايفتك مهمومة وملبكة. بضل دايما هربان. شارد ودايما غايب. ما بقدر شوفه الا صدفة يوم الحد بالكنيسة. شو عملت له؟ كأنه مش ابن عمي. انت عارفة يا بنتي كيف هو عايش. قعد شي عقلبه الكنيسة والحقنة. ونحن بحاجة لزنوده. لو منه شو بنعمل؟ صحيح صحيح. قديش قوي وعنده جرد على الشغل وقديش شاب حلو. شو شوفتك عينيك عم يلمعوا بالظاهر في شي سر يا بنتي؟ خبريني. شو مبين بعدكم مركبين على الخبز؟ يلا خلصنا بعد عنا هالرغيفين. كل شيء واتبعني. Thank you.
المجد لله يا معلمة. دايما لله. منين جاي حضرة الشاب؟ من بقع كفرة يا معلمة. اسمي يوسف مخلوف. تعمل معروف تقلي إن كان فيه يشوف رئيس الدائر؟ أكيد بتقدر. تعا معي. بس حلوة تكون جاي تترهب. هاي غيتي يا معلم إن كان الله بيريد. قلت لي جاي من بقع كفرة. بقع كفرة، بقع كفرة. هيدي ضيعة قبال بشري مش هيك؟ قبال بشري والأرز يا معلم. هيدي ضيعة بتطلع رهبان ملاح. إن شاء الله بتصير راهب مليح مثلهم يا ابني. إن شاء الله يا معلم. روح ساعد هالراهب يا ابني تيزرب البقرات. يا شاب يا شاب تعا ساعدني شوي اعمل معروف. الله يجزاك. ومائة وتسع وثلاثين للخليقة قبل مجيء المسيح بتسعمائة واثنتي عشرة سنة. وإلي لفظة عبرية معناها الرب الإله. صلاته تكون معنا آمين وبارك يا سيد. يوسف مخلوف. شو جاي تطلب يا ابني من رهبنتنا؟ جاي اطلب مجد الله وخلاص نفسي. يا ابني حياة الرهبنة صعبة كتير، فيها تعب وسهر وحمل صليب، فيك تتحمل؟ نعمة الله ودعاك مستعدهم بالواجب ابونا الرئيس. ما دام استعدادك طيب تشجع يا ابني. الله يكون معك. شربلان طالبينه على البوابه. ما منقدر يا بونا الريس نحن الفلاحين الفاره نستغني عن شاب مثل يوسف. بدنا نشتغل، بدنا نكد، بدنا نعيش. شو الله بيطلب من الانسان؟ يترك اهله غصب عنهم؟ اهله اللي نظفوا دم قلبهم تربوه؟ ويوسف عارف امه ما بتستغني عن مساعدته. انتو شو بهمكن رهبان؟ بس تحصلوا على غيط. ها هيدا انت يا قديس متصور انك بتحب الله لمن بتغضب اهلك؟ واجبك اذا بتعرفه كون حد امك تساعدها تتعيش. نحن صرنا اختياري. شو نحمل كيس ومدير عالشهادي؟ شلي الاسود عنك ومشي قدامي. ما بتخدع المخلوق تعيشوا فيها. والاخ شربل مش ولد صغير وبيعرف شو جاي يعمل.
مات بيو يا معلمي وهو ابن 3 سنين. قديش تحملت من العذاب حتى ربيته، وهلا وقت اللي صار شاب وقادر يسعفني، انا حفظ القبر بيتركني من غير ما يقول بخاطرك يمي. كنا ندبرن له عروس موافقه مريم، بعد من يوم اللي تركنا دموع نازله. امي عمي محبتكم غالي على قلبي كثير، انا عارف قديش مجنون لكم، عارف قديش كدرتكم، بس بحس الله طلبني له وحده، ما حد تقدر تقولوا لا. شو راح نستفيد من رهبنتك؟ راهب الداير للداير. اذا ما كنت راح تصير راهب منيح احسن لك رجع معي يا ابني على البال. بس انا عارفه الله ريدك الخدمه لوحده، وبقول لك من كل قلبي الله يكون معك يا ابني ويباركك ويسيرك قديس. هيدا داير مرمرون عناية، وشايف هالجبل العالي عراسه في محبسي، هيدي محبسة مار بطرس وبولس. بهالداير راح تعمل سنة الابتداء التاني، برية عزوقك وما بتشوفش ولا دومك. شفتوا الاخ شربل كيف غارق بالتوارية؟ وبعده غارق لحد هلا مثل عيدته. كلها مظاهرات وخبسنه، بده يفرجي حاله. اخ ابراهيم، هيدا اخر تنبيه، مش اول مره بتخالف القانون وتحكم على غيرك بالباطل. يلا كلكن على زراعة البصل. لايك لايك، قديش عمرك يا اخي شربل؟ اغفر لي من شان المسيح. عمرك 23 سنة وما بتعرفش انه البصلة بيزرعوها بالقلب؟ غشيم، بعمرك ما رح تعرف تعمل شغلي بالرهبنة، هيدا إذا ترهبت. Thank you.
معتقدين يا خيي بضميركن ووجدانكن انه الاخ شربل والاخ روكس مستاهلين تقبل الرهب من دوراتن؟ جاوبوا على السؤال بالقرعة السرية، قمح مقبول شعير مرفوض. أنا الأخ شربل أعد وأنظر أمام الله القادر على كل شيء، والطباوية مريم العذراء الدائمة بتوليتها، وأبينا مار أنطونيوس بحفظ الطاعة والعفة والفقر الاختياري حتى الممات بموجب قوانيننا ورسومنا. دايما لله. انا امه للاخ شربل، جاي من بقيع كفره لهون تهني بلبس الاسكان، نقدرش نفوت على الدار؟ لا وينين ما بتسمح، بس تفضلوا فوتوا على المنزول وهلا بنحكي لكم مع الرئيس. شرب المطلوب لعند الرئيس. امك وقرايبك طالبين يشوفوك، بسمح لك تقابلهم بالمنزول. امي وقرايبي؟ منين امي وقرايبي؟ صحيح يا ابني القانون قاسي، لكن الظرف غير اعتيادي. انا ما بأمرك امر، بسمح لك تقابلهم. ممنون كتير يا ابونا الرئيس. هيك يا ابني بتحرمني شهوتك، جاي ماشي من بقيع كفر لهون تشوفك. بالسما بالسما بكملتي ونشوف بعضنا على طول. هنيالو لبس راهب وارتاح من قساوة الابتداء. شو ارتاح؟ هذا بينسى راحته، بفتش على واجباته وبيقشع حاله بالعبا العتيقة أكتر من جديدة. ما شفت أمه؟ أمه في حد أعز من الأم بعد؟ وما كانش يقابلها. إيه حقا، ما لا مقابله، قال كلمتين من جوا الكنيسة، لا شافته ولا شافها. عطيها موعد بالسما يا خيي، هذا شايف كل شي بالدنيا من ورا الأبدية. المسيح ذاته شو قال وقت الأمه اجت تقابله؟
قال امي واخوتي هل بيسمعوا كلمة الله. مش اساوي يا خي، مش اساوي قلب، هيدي بطولة وتضحية، هيدي طاعة للقانون. تفضل عودك اخي. يا ابني مدة ابتدائك خلصت، اتصل اب العام عينك تلميذ تتكرس وقتك للدرس اللازم للكهنوت. بكرة الصبح تغدي بكير على دايرك في فين، بيرافقك الاخ بولوس. هيدا ابونا نعم طلع الحرديني اللي مسميينه قديس كفيفين. ها شو مسكين هيدا، بحسب انه الابتداء خلص وجاي تيرتاح هون، مش عارف انه منتظره ابتداء تاني عنا. المجد لله يا معلمي. اهلا وسهلا يا خيي، منين جايين؟ من عناية يا معلمي. من عناية؟ وكيف الجمهور يا خيي فوق؟ الكل بخير؟ نعم يا معلمي، الكل بقبلوا ايدك ومنطمنك عن خيك الحبيس. نشكر الله. الابتداء هو من اجمل ايام الرهبنة. بالابتداء الانسان بينسى الدنيا وبيتعلق بالله. فاذا يا خي الاخ شربل هلا على الشغل، الحق اخوتك وساعدهم شوي بزراعه الدخان، وانت يا اخ بولس بعد ما تتروق وترتاح وتبقى وقت ما ترجع عنايا سلمنا على جمهور الدائر. ما شاء الله، أما مدرسة لهود هيئتها مدرسة فلاح على الأصول. كل شي منيح بالطاعة يا خيي. مجد الله يا معلمي. دايما لله يا خيي. كيف لقيت درس اللاهوت يا خيي؟ يا معلمي انا فلاح زراع، بس بنعمة الله وصلاتك مستعد اعمل جهدي. يا ابني الكاهن مسيح تاني، واللي بده يصير كاهن ملوش غير درب واحد، درب الجلجلي. نعم يمكن فهم. عجلوا بنون عم طلع صار له عارض. يا شفاء المرضى صلي لأجله، يا ملجأ الخطأ صلي لأجله، يا معونة النصارى صلي لأجله، يا معزية الحزانة صلي لأجله، يا سلطانة الملائكة صلي لأجله. إني أمسحك باسم الآب والابن والروح القدس.
الواحد. آمين. يا معلمي بونا عبد الله، اخوتك هوني بيطلبوا بركتك. كور الديب وهي القضيب، تنشوف شو جايب اخبار معه. المجد لله يا خيي، الله يأجركم. دايما لله، لك الأجر. امي بتضل غايبي. انا هون يا ابني، رحت جبت لك هالراهب يصلي لك تتصح. هيدا راهب قديس. راهب خذوه عني، ما بدي رهبين، تركوني موت على كيفي. وين موجوع يا ابني؟ اذا بقدر ساعدك انا حاضر. نهار شعليني بصدري، امي رح يحترق من العطش.
كل جسمي وجع، كأنك ضاربني بألف عصا، كأنك ضايقني بالجرم. شجع يا ابني، نار الأوجاع بتطهر نفسنا. الله بيحنون، حبنا أكثر من العالم كله وبيفرح بتوبتنا. إذا كانت إرادة بياخدك لعنده ليش تتخاف؟ الله بيحبك أكثر من أمك، عندك أم بالسماء فتحت لك قلبها. إلا معي يا ملجأ الخاطئة، درعي لأجلي. ملجأ خطأ تضرعي لأجلي. تصير ريس عهالدير وعابقة وزدت النير عنك. حياتك رايحة ضيعان، ما منا فايدة لحدا. انت انسان مسكين، اخرتك الهلاك. عندنا مجمع دايري الليلي، ولهالمجمع في سببين: قسمة غليل الشركة ومخالفة بونفرين. تنصفي بالأول قضية بونفرين. تفضل يا خي بونفرين. الأمتة تفضل اقرأ لنا يا خي فصل الزيارة من القانون. على الراهب في أصفاره ألا يركب إلا حمارا، وأن يصطحب رفيقا له عندما يمضي خارج الدير. يا خي بونفرين، لوين كنت امبارح عصريات راكب على الفرس ورايح وحدك؟ اللي بيحفظ القانون القانون بيحفظه. قصاصك تركع جمع على الميدة مع خبز وملح بس. معلمي بونا الرئيس، اغفر له مشان المسيح، أنا وديته يروح يعمل جولة على البيدر وما كان في حدا تيرافقه. الله يغفركم يا خيي. قوم. طلب له من الأب العام إذن تيستحبس. يا معلمي صار له زمان بيطلب. نجيته لرأيي أنا ما بحبس. بونا شربيل عاوزينه للرسالة قبل منا عاوزينه والمحبسة. بترجيك يا معلمي تشلوا هالفكره من راسه. قضية طلوع بنا شربل على المحبسة مش واردة بالوقت الحاضر. انتهى المجمع. المجد لله. دايما لله. عجل كعبده، ما بقى في ولا نقطة زيت بالسريج. الرهبان زيتون أمرهم الرئيس الليل ما حدا يضوي سريجه. إذا بتريدوا يا خيي عبوا لي هالسريج زيت. مجد لله.
سريج زيت. طيب طيب حطها هونيك وروح. هلا انا بزيته وبطلع لك اياه على اوضتك. شو مبين؟ شربل جايب سريج ومعه عم بخالف اوامر الرئيس؟ لا، بونا شربل كان غايب وقت اللي نبه الرئيس. طيب كيف قلت له بدك تعبي له سريجه؟ مش عارف مقطوعين من الزيت؟ مقطوعين؟ معلك يا سيبا معلك، انا عندي احسن زيت. لا لا حرام عليك، شو عم تعمل؟ عم تحط مي؟ ايه عم بحط مي، خلي يتعلم بونا شربل. مين قال له يجي مأخر على الميدي وما يعرف شو قال الرئيس؟ تفضل يا معلم، سريجك معبى الفوق. الله يأجرك يا عبدو. خليك، خليك حد مني تنشوف شو بدي يعمل. ما بصير، عنده سريج غيره. شو المي بتضوي؟ على الواطي لتقوي صوتك. بسمعونا الرهبان، بونا شربي اللي ما عنده غير هالسريج. شو في؟ ايش عم تعملوا هون بهالليل؟ بونا الرئيس خايف إلا عبيت السريج بونا شربي المي بدل الزيت ولكي بضوى مي؟ عم تلعبوا مع بونا شربي؟ من جايلكم تتمزحوا معه؟ روحوا ناموا، بكره منشوف. أنا متعجب يا بونا شربي، أول مرة بشوفك مخالف الطاعة. ليش سريجك مضوى؟ اغفر لي من شان المسيح يا معلم بن الريس. قوم يا خيمونا شربي، وانت اغفر لي وصلي مشاني وباركني يا خي. البرية عم توزع تزهر ويطلع نور الجغيد حياتي.
كل شي بالدنيا باطل إلا محبتك وحدة. مجد لله يا خزي. دايما لله. اهلا اهلا يا معلمي بونا الحبيب. تفضل معي تدلك على اوضتك. وغراض المحبسي عديتهم غرض غرض بعد موت المرحوم بونا ليشا. بونا الريس قال تسلمك ياهن مثل ما استلمت. هيدي اوضتك يا معلمي. وهيدي اوضه بونا مكاريوس. وهيدا محل الغراض وهيدا الكرم. اجا وقت الاقطاف وناطرينك تساعدنا. الله اجركم يا خالي. الحديث لم ينفرد ليفلت من القوانين الدائرية ومحبة القريب، بل ليزيد كمالا بممارسة الإماتة والفضائل في جو الصمت وانسحاق القلب. على الحديث أن يحترم الجميع، محظور عليه الكلام إلا عند الضرورة. الحديث إنسان طابق اسمه مسماه، أي من لازم الوحدة وقمع حواسه وأفكاره. لا يؤكل أحدا في غرفته، لا يتناول طعاما إلا مرة واحدة في اليوم، شكلا واحدا لا يدخله اللحم بتاتا، ولا يتناول فاكهة ولا حلوى، ولا يشرب مسكرة، ولا يغادر المحبس مطلقا إلا بإذن الرئيس الخطي. محظور على النساء إطلاقا الدخول إلى حسن المحبسة. إلى جانب حياته التأملية، على الحبيس أن يقوم بالأشغال اليدوية في المحبسة والحقل. المجد لله يا معلم. دايما لله يا ابني. هاي حسنة قداس يا معلمي. اعطيها لابونا مكاريوس يا ابني. صاحبها بريد تاخذها انت بايدك وتقدس له القداس انت بزيتك. خذ هاودي يا خي. أقولك بدي يضل ياكل ضلوع الفرفحين واستفيد خبز المحروق. حرام صحته عقدته. الأكل موجود قدامه، بس محلك تعرف من 5 سنين هاي عيادته، هيك بحب ياكل مبسوط ومش سألين عن صحته. مين؟ أنا خيو للحبيس شربل من باع كفرة. بورتا شو كانو الحبيس هون؟
خي على الباب بقدر افتح له اذا بتريد. معلوم معلوم يا معلمي، عم تطلب مني اذن وانت الحبيس؟ حالك يا خيي؟ نشكر الله يا خيي. ايه بوجه بيتك الدنيا منيح انت وعائلتك؟ لا تبخزني يا خيي، عندي مقابلة. لو 10 سنين بالمحبسة بعد رح يغير عيدته. بس عنده مقابلة مع مين؟ عنده مقابلة بصورة دايمة. مع مين؟ مع اللي قال من يحب أبا أو أما أو أخا أو أختا أكثر مني فلن يستحقني. عرفت مع مين؟ خيك إنسان سكران بالله، هايش بغير هالدنيا. عارف يا معلمي عارف، من صغرته كان هيك، كنا نضيعه ونلاقيه بالمغارة عم يصلي. يحيح يا ابونا شربل، شو انطرت بالليل؟ لو هي خربونا يا معلم. حرام، لقيتهم جعانين تركتهم ياكلوا حبتين. طيب يا خيي روح تنساعدهم بالمعصره. طلع على المحبسي خد لي هالامر البونا شربل، يصلي عموي ويرش حقول الدير. الجراد ما خلاش مزروعات بالبلاد وواصل لينا. اذا شفته مريض كتير خذ الميات المصليين ورشهم انت. يا حرام رجعنا وبالمعصر. رجوع كثير يا ابونا شربيل، روح الدير. معلش يا اخي بدنا نكفي سعيد هالشلاين. ما منشوفك الا 3 مرات بالسنه على عياد الكبيره، شو منعمل هيك القانون؟ نعم يا خيي انا مشتاق لكم كتير. هلا صار لك 20 سنة بالمحبسه؟ الله الله يا دني هالعمر كيف وطاير. من الريس بيأذن لك ترافقني. يا رب. حالة خطرة جايبين له الكاهي. نجيب ولد وحيد ما عندهم غيره. هيدي حمة التيفوس ما قدر حكيم يشفي منها. ليكي ليكي هالراهب كيف ملفلف بتيابه خايف لناكله. هيدا خايف تيشوفنا ويتجرب، بس بيقولوا عنه قديس. من هيك بعتت وراه الست.
امي جوعان بدي اكل. جبتني عالجلجلي كتر خيرك، انا مش ندمان، بس الناس اخوتي اللي افتليتهم بدمك غرقانين بالدموع والالام. لا تنسى يا شربل انك حبيس، لا تنسى ان دعوتك العزله والحرمان حتى من فرح التبشير بالانجيل. حبيس، انا عارف اني حبيس، بس شو بيمنع شارك الناس ألامهم؟ مش انت قلت تقدوا المرضى، عزوا الحزانة، زوروا المحبوسين؟ شربل شربل، أنا بعدني عم بتألم على الجلة لآخر الدهر، محتاج لتلاميذ يخلصوا العالم بالصمت، ركاع ومديك مثل موسى على الجبل. دعوتك تخلص مع الناس بالصمت، بالصلاة على الجبل. حبني والباقي علي مش عليك. ربي أنا بحب عايدي الخاطين، بقدم لك جنة حب، دموع المعذبين بالأرض، غبطة الفرحانين بالدنيا وبالسماء. نهوي سبيونو كانوا باش ما يوقف فرحه. فوت على الكنيسة يا ابني. ركع منيح وتكتف. مع السلامة يا ابني، الله يوفقك. الجوهر في مضمون الإنجيل هو ذبيحة الحب الفادي. هذه الذبيحة تستمر تتجدد في ذبيحة القداس. ما القداس إلا اشتراك فعال في عمل المسيح الفدائي المتجدد في كل زمان ومكان. لنصل. آبد قشتو
هو بروخ دبحو دم راعي لوخ الهونو قبيل يا أبا الحق هو ذبنك ذبيحة ترضيك فاقبل من مات عني واغفر لي هذا القربان تقبله من يدي وارضى عني ما أكثر آثامي وما أعظم مراحمك إن وازنت يرجح حنانك رجحان الجبال انظر الآثام وانظر الكفارة عنها فالكفارة والذبيحة أعظم بكثير من الزلات لأنني أخطأت قاس ابنك الحبيب المسامير والحربة آلامه كفؤ لإرضائك ومنحي الحياة ترك الكيس اعطيني الاربين معلمي تاخذ لك مثل شوره بسمني هودي منيح بقووك الليله ليله عيد الميلاد ان شاء الله الطفل يسوع يشفيك يا معلمي ابانا الذي بالسماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض مسكين مات ليلة الميلاد والتلج قامت كيف بدنا ندفنه بكرة بهالطقس والريس غايب راح على موتة البطرك حنا الحج مين بيله بالحبيس المعطر قوموا تدفوا لكم ندفة البرد ما بينحمل شو هالبرد الليلة ما قدرنا أحدنا بالكنيسة من الساعة كيف عاش 23 سنة ساجد مثل التمثال لا يتضفى على نار ولا يلبس قطعة صوف نياله كان يتدفى على نار محبة الله هلا ارتاح كل دقيقة سعادة عند الله
عقد ألف سنة شقة.